الدرس اللي بعد كده بقى لذيذ جدا يا جودي، هنتعلم مع بعض ثقافات الناس المختلفة ازاي، هنشوف الأصدقاء بتوعنا دول بيفطروا ايه على الصبح. عندنا هنا ولد اسمه وليد، وطبعا ايه وليد ده اسمه مصري، بيفطر ايه مع بعض يا جودي كده؟ بيفطر الصبح ايه؟ فول وايه وفلافل اللي هي الطعمية، ده الفطار المصري المشهور، فول وفلافل وشاي على لبن، صح؟ تمام، أسهل حاجة وأجمل حاجة. طيب ماري بقى منين؟ من فرنسا، اللي بيحطوا الطاقية دي مشهورين كده ان هم من فرنسا، جايب لك الصورة بتاعتها اهو. ماري منين؟ من فرنسا. بتفطر ايه بقى؟ هوت شوكليت وبريد، طبعا ده فطار لذيذ جدا وكل الأطفال هتموت فيه، تمام كده. مارك بقى منين؟ من أمريكا. بيفطر ايه؟ مافن و ها ميلك، مافن اند ميلك. طيب وانج مين؟ وانج مين بتفطر ايه بقى؟ نودلز اند تي، نودلز. تمام، عاوزين نعمل ايه دلوقتي؟ عاوزين نقول جمله زي البنوته دي، بتقول فور بريكفاست، من اجل الافطار، في الفطار بناكل ايه؟ فور بريكفاست اي هاف بريد ها اند هوت شوكليت، انا في الفطار بفطر ايه؟ بريد، توست كده محمص جميل وهوت شوكليت. تمام، عاوزين نعمل مثال على كل ولد من دول، يعني مثلا لو وليد هيقول ايه؟ فور بريكفاست اي هاف فول اند فلافل. تمام، لو مارك هيقول ايه؟ فور بريكفاست على الصوت اي هاف مافن اند ميلك. شاطرين. طيب وانج مين هتقول ها؟ فور بريكفاست اي هاف نودلز اند تي. تمام يا شطار، ممكن برضو نستخدم الجملة التانية، بيقول my family have full and falafel for breakfast، لو اتكلم عن العيلة بتاعتي my family have full and falafel for breakfast. تعالوا نطبقها على واحد بس وليكن مارك، هيقول ايه؟ my family have muffin and meal for breakfast. اظن سهلة جدا وجميلة. طيب حلينا كده مع بعض التدريبات اللي بعد كده، سهلة خالص، حليناها لكم عشان وقت الفيديو. لو عاوزين نعمل او نخصص فيديو لحل الاسئلة بس بالتفصيل عرفونا، قولوا لنا في الكومنتس. تمام، عندنا هنا بقى جايب ايه جودي؟ اللي هي لغة الاشارة، الساين لانجويج. شوفي بيقول I am from Egypt، بيعملها الحركة ازاي؟ وده بيقول I am from France، بيعمل الحركة بتاعت ايه؟ ثلاث اصابع كده بالشكل ده. طيب الولد ده بيقول I am from America، شوفوا عامل ازاي بلغة الاشارة، ها سبحان الله. وده من الصين بيحط ايده على ايه؟ على كتفه كده او على الصدر هنا او على البطن، يعني الثلاث حركات دول معناهم I am from China. يا نهار ابيض، طلعت كده اسهل واحدة بتاعت ايه؟ I am from Egypt، حركة واحدة صابع واحد، او الولد ده حركتين ورا بعض. تمام، يلا بينا على اللي بعده. هنا تدريبات برضو هنحلها لكم ونسيبها علشان الامهات اللي بتراجع مع اولادها تبقى عارفة الايه؟ التدريبات المظبوطه، او ممكن فعلا على رايك يا جودي نحلها كهوم وورك ونجيبها ان شاء الله في بدايه الفيديو الجاي. تمام كده، على ليسن 5 بعنوان فونكس، الصوتيات اللي موجوده جوه الوحده دي. عندنا صوتين سهلين جدا جدا جدا، ها صوت الف وصوت الايه س، وصوت ال، صوت ال، ها تعالى كده مع بعض تاني، صوت ايه؟ الف وال والس. يلا بينا. كافي 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 كافي، دي حبيبتي بقى، يعني كافي دي هي يعني حبيبتي جدا، يعني كافي طبعا اللي هي القهوه. هو ينفع الاطفال يشربوا قهوه يا جماعه؟ نو لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. تمام، امال الاطفال يشربوا ايه؟ عصير، حليب، صح؟ وطبعا ما يكونش فيه سكر اصلا، او يكون خفيف جدا سكر، عشان كل ما السكريات هتزيد اسناننا ايه؟ هتبوظ، صح؟ يبقى ما ينفعش الاطفال يشربوا كافي. تمام، ها مافن 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 مافن، ده طبعا زي الكب كيك كده اللي احنا بنعمله. ها اوف 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 اوف، بوليس اوفيسر بوليس اوفيسر، نعلي الصوت مع بعض. كافي كافي مافن مافن، اوف اوف، بوليس اوفيسر بوليس اوفيسر. طيب يلا بينا على صوت الله. دولار 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 دولار، الدولار ده هنعرفه دلوقتي مع بعض، اللي هو ايه؟ العمله بتاعت امريكا، العمله بتاعتنا هنعرفها اسمها ايه؟ هنعرف شويه عملات كده جمال قوي دلوقتي. بيل 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 بيل، اللي هو الجرس. تول تول تول. طيب احنا عرفنا ان بيل يعني ايه؟ جرس. طب يرن بقى يعني ايه؟ الصوت بتاع الجرس، او اللي هو الفعل اللي الجرس بيعمله. لا ترن ترن، ده الصوت اللي بيطلع منه. لا انا بقول الفعل نفسه، الفعل اللي هو يرن يرن يرن، اللي هو اسمه ايه؟ رينج رينج رينج. تمام، زي خاتم، برافو عليك، نفس الكلمة بالظبط. رينج اللي هو ايه؟ خاتم اللي بتلبس في الايد، او الفعل بتاع الجرس اللي الجرس بيعمله اللي هو يرن، يعني رينج. اوكي شطورة. بعد كده عندنا صوت السه، جلاس جلاس، يلا معايا جلاس
dress dress